الحاجات اللي انت ناويه تقدميها لمصر خلال ترشحك؟ اول حاجه ان شاء الله في مجلس الشعب عايز اجيب ماده في الدستور، عايز اعمل ماده تشريعيه لاقرار حق الاطفال الايتام، الاطفال والشباب الايتام وكل الناس، وتكون ماده تكون قانون يحاسب الجمعيات القائمين عليها، لسبب ان الناس دول ما فيش حد مثلهم في الدستور، ما فيش ماده بتجيب حقهم، حتى ما فيش اي نوع من الاهتمام بيه. تخيل حضرتك واحد مثلا مسؤول الناس خرج في جمعيه في الشارع، طب لو ضاعت البطاقه بتاعته يعمل بطاقه ثانيه ازاي؟ مين اللي هيعمل؟ مثلا كده الدوله ليا الاولويه لاصحاب الجمعيه، هي ترى هيطلعوا البطاقه؟ لا، هي زي ما جه مجهول النسب هيذهب مجهول النسب، يا ريت الدوله كانت سابته في الشارع. احنا سمعنا ان المجلس القومي للمرأة بيلقبك بالمرأة الحديثة، ده ليه لقبت بالمرأة الحديثة؟ لاني لن اقبل ابدا اتصال باي مشكلة بدون حل، يعني اي مشكلة بطرحها لازم افضل وراها لغاية ما دام في حل، يعني ما بسيبش اي مشكلة، لا مش انا اللي صدر مشكلة للدولة واقعد اتصرف. طب ايه ابرز المشكلات اللي بواجه المشكلة وبحلها؟ ايه ابرز المشكلات اللي واجهتيها؟ ابرز مشكلة يعني دلوقتي في دور الايتام، المشكلة اللي قابلتني يمكن تصرف قوة مشكلة الصحة، وصدرت مشروع كامل للدولة العمل بيه اللي هو الكارت الذهبي للصحة اللي هو حاليا بيتنفس. في مشكلة برضك في الإسكان كبيرة، المشكلة دي لو اتعملت الحل، لو اتعمل اللي أنا حطيته، أنا بطلب تسجيل وسجل لجميع العقارات في مصر، بس طبعا هبقى بحلم لو قلت لك في مصر الحل. مبدئيا أنا عايز بحيث حضرتك لما تيجي تشتري شقة بتتوجه مباشرة للشهر العقاري المطور من شباك واحد، بتطلع لك شهادة بيانات بالشقة اللي انت هتشتريها. طيب لو في بقى شقة اتبنت مخالفة مش هيبقى ليها شهادة بيانات، فهيضطر الناس قبل ما تشتري